من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. معلومة، لما تسجلين في مدرسة تعليم القيادة على أساس أنها عندك مهارة، تقولين أنا أعرف أسوق. إذا طلع اسمك تروحين المدرسة، تركبين مع الفاحصة، تروح معاك إلى الميدان مال المدرسة وتبدئين تسوقين. طبعا الفاحصة هنا عندها قائمة ببعض المهارات وبعض الدروس، تختبرك في إيش تختبرك عاد أنت وحظك. بس عادة يركزون على الأشياء المهمة، مثلا الباركنج، الدوار وما شابه ذلك. إذا خلصت من الفاحصة، هي الفاحصة تعطيك تقييمها، أوكي؟ خلصت من الفاحصة تروحين إلى المبنى مال المرور نفسه، تدخلين هناك في المكتب، في عندهم الإشارات المرورية اللي مثل ذي، وينهج اللي مثل ذي، فيقوم رجل المرور يسألك، يقول ايش معنى هالعلامة، ايش معنى ذي، ايش معنى ذي، عشوائي. رجل المرور يسألك بشكل عشوائي عن الإشارات والعلامات المرورية. بعد ذلك يتم تقييمك انك والله تحتاجين 12 ساعة او 30 ساعة مثلا او 6 ساعات. فهذا معلومة لكثير من الاخوات ما يعرفونه. بالتالي اذا فعلا انت اخترتي ان عندك مهارة وانت تعرفين تسوقين، لابد ان فعلا انت تعرفين تسوقين، تعرفين قوانين السواقة، تعرفين الاشارات. مو يعني بس تعرفين تلفين تروحين سيدة وتعشقين وتنزلين وكذا، لا، لابد يكون عندك المام. دمتم بود. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق. للطلب الآن